كلمات وهدر ديمون هيك شوفوا ماشي حسين يلا بس اتاكد من اللي بدك تقدمه بس والقوى اللبنانيه والفلسطينيه الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقيه والاهليه الفعاليات الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته القضيه الاولى للعالم الاسلامي وللمسلمين وللإنسانية لكن قوى الظلم والطغيان الشيطان الأكبر دجال هذا العصر أمريكا تواجه كل حركة تشكل خطرا على هذا الكيان والأرض مقدسة في هذا الشرق الأوسط ستبقى منتصرة رغم الجراح ورغم الدمار ورغم الشهداء تحية لكل الشهداء المؤمنون بالقضية هنا من جديد إلى البحرين الأبية حيث هناك أيضا معذبون في سجونهم من أسرى ومعتقلين يعانون من الاستبداد والقهر والظلم التبعية السياسية إذ يعاني المواطن البحريني المعارض من انعدام المساواة في التوظيفات وتسلم المراكز في الدولة ومن انعدام التقديمات وهذا دليل على تعصب السلطة وتسخير إمكاناتها مواقف ولهذه المواقف رجال عندما يخيرون في مواقفهم بأنه بين الموت والأسر بين الشهادة والحرية فإنه يختار الموقف الصلب الذي جاءت به الرسالة نلتقي لبنانيين وفلسطينيين وبحرانيين من مختلف الفئات الاجتماعية ومن مختلف المكونات الحزبية ومن مختلف الأديان والمذاهب ونقول لترامب المعاق عقليا الجولان عربي سوري ولا يحق لأحد أن يتصرف بأرض الجولان سوى قائد الجمهورية العربية السورية القائد المناضل الرفيق الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد لكن هذا الظلم أيها الأحبة لن يدوم لأن هذه العروش ستسقط نعم هي سنة الله الظلم سيسقط ولو بعد حين بيننا أيها الأحبة منذ ثماني سنوات يطرق أبوابنا شهر رمضان المبارك في كل عام وآلاف البيوت ثكلى بفقد عزيز لديها أو حتى أكثر من فرد إما شهيد غاب للأبد أو معتقل في سجون الظلم والاستبداد